مرحبا أعزائي الصغار، اليوم سنتطرق لدرس جديد وهو الخطوط الدائرية. الخطوط الدائرية الخطوط الرجاء الإعادة معي الخطوط الدائرية. أحسنتم. أول تمرين ماذا يقول؟ يقول أتتبع ما هو منقط مثل العادة. أتتبع ما هو منقط. سأقوم بتتبع ما هو منقط على الصورة. يوجد لدينا منزل وشمس وأرنب صغير. ما أجمل هذه الصورة! هل ترون مستقيمات؟ هل ترون خطوطا متقطعة؟ نعم، هيا إذن لنقوم برسم هذه الخطوط. هذا أول خط، هذه تسمى بالدائرة. ماذا تسمى بالدائرة؟ هذه هي الخطوط الدائرية. هذا خط منحن وهذه الخطوط الدائرية وهي على شكل دائرة. الخطوط الدائرية هي على شكل دائرة. أحسنتم. يوجد لدينا الكثير من الدوائر. سأقوم برسم هذه الدوائر بدون كلل أو ملل لكي يصل الأرنب إلى منزله. ها قد أكملت الدوائر. هل يوجد دوائر أخرى؟ لا؟ نعم، يوجد دائرتان، هذه الأولى وهذه الثانية. ها قد أكملت تمريني بنجاح. سأمر الآن إلى التمرين الموالي باش نزيد نتعرف عن الخطوط الدائرية. هذا التمرين الموالي سيجعلنا نتعرف على الخطوط الدائرية أكثر. يوجد لدينا ثلاثة أنواع من الأقلام. وما يحيط بها يا ترى؟ أحسنتم، إنها دوائر. الدائرة، الدائرة، وهي خطوط دائرية. الخطوط الدائرية هكذا تفعل، هكذا تفعل. أحسنتم. الآن سأقوم بتتبع الخطوط الدائرية. هذه دائرتي حول القلم الأول، وهذه دائرتي حول القلم الثاني، وهذه دائرتي حول القلم الثالث. أحسنتم يا أطفال، أحسنتم عملا. الآن سأقوم بإكمال التمرين. وكيف أقوم بذلك؟ لدي كرة ولدي الكثير من الدوائر. سأقوم بإنجاز تلك الدوائر بسرعة بسرعة، ثم أنتقل إلى السيارة وإلى الدب. Thank you.
لقد أكملت الدوائر وأكملنا أيضا كامل التمرين. هذه هي ما تسمى بالخطوط الدائرية، الخطوط الدائرية وهي على شكل دائرة. سنمر إلى التمرين الموالي لنتعرف أكثر عن الخطوط الدائرية. هذا آخر تمرين في الخطوط الدائرية. انظروا كم لدينا من حيوانات، إنها كثيرة، ويوجد لدينا أيضا بعض الزهرات الجميلة. أحسنتم يا أطفال. الآن سنقوم بسرعة كبيرة بتتبع الخطوط الدائرية. الآن يا أطفال لقد أكملنا هذا التمرين، وهكذا نكون قد أكملنا درس اليوم وهو الخطوط الدائرية. ولا ننسى أن الخطوط الدائرية هي دائما على شكل دائرة كما تعلمنا في هذا الدرس، وكما تتبعنا النقاط الموجودة على الكراس. أحسنتم يا أطفال، فلنلتقي في الدرس الموالي لنتعلم خطا من الخطوط الأخرى. إلى اللقاء.